السلام عليكم يا شباب، مرحبا بكم في فيديو شرح جديد. اليوم فيديو سبيسيال شوية، فيديو شرح أحداث العيد والجوائز كما تسمعوا حسن العلوش. نبدأ بأحداث العيد. شباب، بذية الحدث اللي هبط نهار 10 يمتد طول 3 أيام، 10-13. قالك ألعب مع الرابطة متاعك، ألعب مع الكلام متاعك، وقضاء على 40 لاعب باش تاخد جوائز صناديق أسلحة. ألعب لاعب صديق في الرابطة لمدة 200 دقيقة، فما حقيبة وفما قنبلة، فما 5 توكن بتاع العيد. ألعب مع صديقك في الرابطة 25 مرة، فما هدية سلاح صندوق أسلحة متاع الشوتجان. ب فما شنو آخر وضع الرامبيج اللي هبطو جديد في منافسة العيد. فما هذوما شباب التوكنز اللي لمتهم عندكم مدة تسألوا عليهم كيفاش باش تستعملوهم. اليوم جا وقتهم يا شباب. وهذايا ثم الباكيت متاع رائد الفضاء، باكيت الروبوت، وهذايا صندوق متاع النمر ولا شو يسميوه في اللعبة، حيوان الأليف. هذايا صندوق امبيكارونت، وذوما ملابس شرطية، وهذا طعام للحيوان الأليف. بين حلو البيكارونت نروس نوبش يجينا. اوه 3 أيام و3 أيام و7 أيام، 16 يوم، لا 13 يوم، 14 و3، 17 يوم جملة، 17 يوم. اوكي شباب، هذا بالنسبة للإيفنت. فما حاجة أخرى اللي بش يشحن، بش يلقى برشا، معناها بش يلقى برشا بونيس في بعد مجموعة الشحن. إن شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف. تنسوش تلعب مع ولاد الكلام تاعكم كيما موجود لهنا يا شباب، تلعب مع أولاد الكلام تاعك. يلا متنساوش لايك واشتراك وانشرونا الفيديو كي هابط، وإن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى. باي باي.